تحيي الفرقة المقاومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد حفلاً بدار الأوبرا بالقاهرة، تقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة الجزائرية. وللمزيد يمتعنا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب بملامح عن الحفل. إليك محمد. نعم، يعني زملائي في الاستوديو، بعد التحية، كل التحية لكم ولجميع مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل نتواجد معكم الآن من داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، واللي شهد منذ قليل انطلاق واحدة من أمتع وأروع الحفلات الغنائية داخل دار الأوبرا، وهو حفل يجمع بين اثنين من عمالقة الغناء في الوطن العربي. نتحدث عن الموسيقار ملك العود فريد الأطرش وأميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. بالفعل منذ قليل انطلق هذا الحفل الغنائي الكبير في يعني أمسية غنائية، سهرة غنائية متميزة ومختلفة عن باقي الحفلات الغنائية. يمكن دار الأوبرا المصرية يعني دائما تكون حريصة على تقديم أفضل الحفلات الغنائية التي ترتقي بالذوق العام وتقدم الأغاني الموسيقية ذات الطابع الأصيل وذات الطابع الذي يتميز ب يعني ألحان متميزة وألحان مختلفة. يمكن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية منذ الساعة 8 مساء وقبل انطلاق الحفل يعني بساعة إلا ربع يعني امتلأ عن آخره، وحضر عدد كبير من يحبون طبعا الأغاني يعني الوطنية والأغاني التراثية والأغاني العربية الأصيلة. نتحدث عن شريحة كبيرة من المصريين تواجدوا للاستمتاع بهذا الحفل، وأيضا الجالية اللبنانية حرصت على أن تكون داخل دار الأوبرا المصرية للاستمتاع بهذا الحفل الكبير. يمكن عرفنا من كواليس هذا الحفل أنه يعني منذ أسبوع ودار الأوبرا المصرية يعني تستعد لهذا الحفل الغنائي الكبير العديد من المطربين، واستعانت أيضا بالعديد أيضا من المطربين المختلفين يعني لتقديم سهرة غنائية ممتعة وكبيرة ليستمتع بها الجمهور من خلال العديد من المعزوفات الغنائية وتقديم باقة مختارة من الأغاني الكبيرة والأغاني التي يعني يستمتع بها الجمهور، سواء كان للفنان فريد الأطرش أو كان للمطربة الجزائرية وردة. يمكن المشهد داخل دار الأوبرا المصرية هناك حالة كبيرة من الانسجام وحالة كبيرة من التفاعل بين الجمهور وبين الفرقة الموسيقية، هي الفرقة العربية التي طبعا امتعت الجميع بالأغاني المختارة لفريد الأطرش ولوردة الجزائرية. يمكن هذا المشهد يعني لدينا من داخل دار الأوبرا المصرية، وأعود إليكم مرة أخرى. شكرا لك محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من دار الأوبرا المصرية. Thank you.